تعددت الحفلات الغنائية والمهرجانات والمعارض حتى بات كورنيش البصرة المركز الأساس لكل جنبة فنية وثقافية، وامتزج المارة ما بين عراقيين من جميع المحافظات وآخرين من دول عربية وأجنبية، وعبارات الترحيب والاستهلال بالمارة في هذا الشارع سمة سائدة. حقيقة احنا سعداء جدا خليجي 25، وخاصة انه في مدينة الفيحاء مدينة البصرة، فكنا سعيدين جدا. فاحنا لكوننا فنانين لازم يكون لنا فدو لابراز الفنون التراثيه البصريه خاصه. وليس بعيدا عن هذا الفن البصري معرض للسيارات الانتيكه تجذب انتباه المره لالتقاط الصور او الجلوس في هذه المركبات القديمه. والله بصراحه هاي يعني فشي حلو، هاي السيارات الكلاسيكيه فشي روعه، يعني هذا المعرض مسوي وهو الكورنيش كلش حلو، يعني جماليه ضايفه كلش البصره. انا العام ترى كنت جاير هنا البصره ما كان متواجد هذا الكورنيش. شيء جماليه حلو، يعني منظر حلو، يعني موديلات قديمه يعني حديثه، يعني مو تاريخيه ذكرك بايام قبل، وهاي يعني شيء احنا جينا من دياله يعني شفنا منظر يعني كلش حلو. احنا مو بس غنى، المفروض واحد ينقل صوره عالدين عن الغناء عن السيارات القديمه عن بدر شاكر السياب عن الفراهيدي. لم يكن متوقعا أن يتحول كورنيش البصرة بهذه السرعة للكرنفالات والاحتفالات، خصوصا مع افتتاحه الجديد. لقناة دجلة، حسن مظلوم، البصرة.